ريتال ما راحتش معاهم؟ لا، قالت انها تعبانه. تعبانه؟ النهارده يحكم على امها وهي قاعده في البيت؟ هي نعيمه في الحبس ولا طلعت؟ فتحي بيقول لي انها هتطلع النهارده. على فين يا اما؟ ايه يا عزة؟ انت قلقان ولا ايه؟ والله يا مروان ما اخبيش عليك، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. امال انت كنت بتطمنا بناء على ايه يا عزة؟ الراحة يا زينب مش كده. ما هو انا مش قادرة يا حسن، حاسة قلبي هيقف. ماما ماما حبيبتي، شكرا لك حبيبتي، ما تشغليش بالك انت، المهم نطمن عليك. كل اللي يجيبه ربنا كويس، انا راضيه بحكم ربنا، مش هرضى يا بنتي بحكم القاضي، خليها على الله. محكمة! حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي. إيه؟ لا يا ماما، رفعت الجلسة. ماما 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 واشهد أن محمد رسول الله، أنا راجع بحكمك يا رب. سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب. متقلقيش يا ست كريمة، احنا لسه في استئناف، وحتى لو الاستئناف اترفض ان شاء الله في نقط. متقلقيش، انا معاك لغاية ما تطلعي براءة. مش قلقانة يا عزت، انا غلطت واللي غلط بيتحمل نتيجة غلطه يا اخويا، وبعدين انا راضية بحكم ربنا. بس يا بنتي انت وهي، بس يا فوزية انتوا. مروان مش هوصيك على بنت عمك. حسن كتفك في كتف اخوك يا حبيبي. بس بقى الله، انا ما قتلتش حد، انا ما قتلتش حد، انا مظلومه. اسكتي بس، انا مظلومه، انا ما قتلتش حد. قتلتك يا نعيمة، قتلتك يا نعيمة، ولو روحك رجعت لك تاني هقتلك، هقتلك يا نعيمة تاني. خدت دارك يا عبد الله، خدت دارك يا عبد الله. حبل المشنق، مش خايفة. افتح يا ريتال، افتح الباب يا ريتال.
افتحي لي يا بنتي. عايزه مني ايه؟ كنت فين؟ عايزه مني ايه؟ تعالي فوتي قدامي. مالكيش دعوه بيا. فوتي. انت قتلت نعيمه صح؟ ايوه مرات عمي انا اللي قتلتها. لو عايزه تبلغي عني وتخلصي مني انا ما عنديش مشكله. بالعكس انا هقولها بعلو صوتي. هقولها في البلد كلها ان انا اللي قتلت نعيمه يا مرات عمي. اكتم يا بت واسمع اللي هقولهولك. انت ما طلعتيش من البيت النهارده واصل وعرفتي خبر نعيمه زيك زي غيرك، فاهمه؟ لا افهم اللي بقولهولك صح. تقصدي ايه؟ انت ما هتدخليش الحبس حبيبتي، انت مرت ولدي وشايله في بطنك حفيد التاني. وانا ريتال خلاص عايزاش حاجه من الدنيا. هو انت عايزه تدخلي السجن بدالي؟ وماله؟ عشان خاطر ولدي وولده اعمل اي حاجه يا حبيبتي. بكره تعرفي ان العمر حبل دايب وكل يوم تنقطع منه حته. وانا يا بنتي عايزاش حاجه من الدنيا غير اني اشوفك انتي واخواتك واولادي مبسوطين ومتهنيين. عشان كده لا انتي تدخليش الحبس. انا مش هسيبك تعملي كده. اعملي اللي انتي عايزاه. لا انا اللي هقف البلد كلها واقول ان انا اللي خدت طريقني مش انتي. قولي اللي تقوليه، حدش هيصدقك. كمان انا هقول غلبانه اتجنت. انا خايفه قوي يا مرات عمي، خايفه. تخافيش ولا ايه؟ نسيتي جبرية؟ ده اللي يجي جنب حد من ولادي يقول على روحه يا رحمن يا رحيم.